هذا طبعا لقاء مع مدراء المدارس، عنوان الورشة هاي أو الدورة المدير مشرف مقيم. هنا طبعا راح يكون موضوعات متعددة، منها صفات القائد التربوي، صفات المشرف التربوي، وراح يكون هناك شيء جديد في الإشراف، وهو الإشراف الكلينيكي أو العلاجي أو العيادي، اللي بتم فيها مشاركة المعلم مشاركة فاعلة في تحسين أدائه من خلال الملاحظة الصفية وأدوات الملاحظة الصفية اللي طبعا كانت جاهزة، وراح يتم تدريب المدراء على هذا الأسلوب من الإشراف الكلينيكي. اليوم إحنا في ورشة تدريبية حول المدير مشرف مقيم في المدرسة، وذلك من خلال عنا خطة وضعتها وزارة التربية والتعليم لتحسين أداء المدير داخل المدرسة والإشراف على العملية التعليمية داخل المدرسة، وبنتطرق بهاي ورشات العمل اللي هي منعرف عنا مدراء المدارس على أنواع القيادات وعلى طريقة الإشراف، أنواع الإشراف التربوي، وعلى أدوات الملاحظة اللي بيكون المعلم باستخدامها لقياس عنا مدى تطور المعلمين داخل المدرسة. كل هاي الأمور تنعكس إيجابا على مستوى تحصيل الطلبة في المدارس. هاي ورشة عمل بعنوان مدير المدرسة مشرف مقيم، وهذه الدورة بتأكد على الدور الفني لمدير المدرسة في المدرسة، وبتركز على الجانب الفني، لأنه مش فقط المدير المدرسي دوره في المدرسة بتعلق في الجانب الإداري، لا، أنا المقصود هنا متابعة المعلمين داخل المدرسة، أدائهم داخل الحصة الصفية، مساعدة المعلم على تجاوز الكثير من المشاكل بما يمتلكه أو يتم تمليكه لمدير المدرسة من مهارات ومعارف لازمة، وبالتالي هذا الحكي له أثر على العملية التعليمية ككل، لأنه الكل بسعى للنهوض في العملية التعليمية وتغيير الوضع القائم اللي كثير من الناس بعبروا عن عدم رضاهم عنه.